Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر
سودا ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير بسم قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وأصحابه.